من عبد الفتاح الباك اليمين على طول. طاهر لمسة إناوي، تماس مرة ثانية من نفس المكان لصالح النادي الأهلي مع دخولنا للدقيقة 64 من عمر اللقاء. طاهر محمد طاهر لسه طاهر أمامية، الكرة بطولية حلوة، قفشة مهارة فردية، سندة تصويب والهدف الثالث، الهدف الثالث. طاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر، الحدوتة، الحدوتة الأهلاوية، الحدوتة الأهلاوية، حديث العالم أجمع بكل تأكيد، واللي عمل حالة من نوع خاص في نهائي دوري أبطال أفريقيا في هذا العام، طاهر محمد طاهر والتصويبة القوية والهدف، والأهلي يسجل الآن الهدف الثالث في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وأول أهداف طاهر الطاير مع الأهلي في الدوري في الموسم الحالي بكل تأكيد. هذه العادة مرة ثانية، أسست للمرة الثانية بقدم محمد مجدي أفشة، ثم التصويبة الجميلة من اللمسة الواحدة بقدم طاهر محمد طاهر، تيجي في إيد الحارس محمد فوزي وتهز الشباك، هز الأهلي متقدم بالثلاثة حاليا على نادي حرس الحدود. طاهر محمد طاهر.